خلينا نتفق مع بعض، إيران دولة إقليمية كبرى لديها مشروعها الخاص. إيران مشروعها يتقاطع ويتفق معنا في بعض المناطق ويختلف في مناطق أخرى، ويتعارض ويتصارع في مناطق أخرى. فلا نتوقع من إيران إن هي يبقى في تطابق في الأهداف بيننا وبينها. إيران بوضوح ليس من أهدافها الرئيسية تحرير القدس، وليس من أهدافها الرئيسية نصرة القضية الفلسطينية. هي تستخدم القضية الفلسطينية كوسيلة سواء لكسب الشعبية أو لمزيد من الهيمنة على المنطقة وللتوسع. في هذا الإطار وفي إطار هذه السياسات وفي إطار تعارض مصالحها مع مصالح إسرائيل في بعض المناطق، فتدعم المقاومة. اضطرت المقاومة أن تلجأ إلى إيران لأنها لم تجد غيرها. صحيح. يعني عشان نفهم مع بعض، هل مصر، هل الأردن، هل الإمارات، هل السعودية لديهم أي استعداد أن يمدوا المقاومة بالسلاح أو يدربوها أو غيره؟ لا، بالعكس، بعض الدول بتغلق الحدود وتغرق الأنفاق وتمنع حتى دخول الطعام والدواء. إحنا في حرب 73، وقبل ذلك إحنا اضطرينا كمصريين وسوريين وغيرهم أن نتعامل مع الاتحاد السوفيتي. هل مشروع الاتحاد السوفيتي كان كمشروع قيمي وأخلاقي ومشروع حضاري يتوافق مع الحضارة العربية الإسلامية؟ لا، بالعكس، لديهم الاتحاد السوفيتي كان يحتل الدول الإسلامية في آسيا الوسطى، وكان يحمل العقيدة الشيوعية الملحدة التي تتعارض مع عقيدتنا تماما. ولكن الدول العربية حينها اضطرت أن تتعامل معه وتتفق معه في بعض المناطق وتأخذ منه السلاح وهم يدربوا ويساعدونا، حتى استطعنا احنا حاربنا 73 باسلحه سوفيتيه، باسلحه صنعها الملاحده الشيوعيين. فلا تستطيع ان تطلب من المقاومه المحاصره التي ليس لديها اي مخرج، واللي بيشارك بعض من يحمل اسماء عربيه واسماء مسلمه في حصارها وفي ضربها، وتيجي تلومها تقول له هو بيروح ايران ليه؟ هو انا ما عنديش مشكله ان هو يروح ايران وان هو يروح الصين وان هو يروح كوريا الشماليه. انظر العاصمة التي استقبلت وحاولت التوفيق بين الفصائل الفلسطينية لم تكن القاهرة، كانت بكين، ولم تكن عمان، ولم تكن الرياض، كانت بكين. اللي أصدروا بيانات إدانة واضحة لاغتيال إسماعيل هنية بالاسم كانت الصين وروسيا طبعا وقطر. حتى مصر اللي إسماعيل هنية كان بيقابل رئيس المخابرات فيها وبيتعامل معاه وبيحضروا بعض لم تجرؤ ان هي تذكر اسمه. حكومه مصر مطلعه بيان تقول التصعيد في المنطقه في الايام الاخيره خوفا على المشاعر، ولم تمنعي اسماعيل هنيه. ايران لديها مشروع شيعي عقيدي توسعي. ارتكبت جرائم في سوريا، ارتكبت او ساندت جرائم في اليمن، ولكن في الملف الفلسطيني هي المنفذ الوحيد لدعم الفلسطينيين على الأرض. رغم عدم الثقة يا دكتور. نعم. بتعمل كده ليه؟ لمصالح. زي ما الصين، لماذا فتحت الصين ما أبوابها للفصائل الفلسطينية؟ هل عشان الصين دولة مسلمة أو عقيدتها عربية أو بتحب العرب والمسلمين؟ لا، هي مصالحها. فأنت في السياسة هناك مناطق تقاطع في المصالح وهناك نقاط صراع. طيب. الفصل بين ملفات في عدد المقاومة ضروري جدا وأساسي، والمقاومة كانت واضحة جدا إن احنا مركزين على الملف الفلسطيني ونتعامل معه.